العملية الانتخابية للبلديات قبيل انتهاء الموعد المحدد لإغلاق باب التقدم بطلبات الترشح. مع الزميل الصحفي معين شديد، أسعد الله صباحك بكل الخير. يسعد صباحك وفاء وصباح كل المستمعين والمستمعات والمتابعين. أهلا وسهلا بك. يعني طول كرم، يوم شهدت تسجيل أولى القوائم التي ستترشح للانتخابات المعنونة باسم كرميون، هكذا قيل في لجنة الانتخابات المركزية. دعنا نطلع على نظرة سريعة حول هذه العملية قبيل انتهاء الموعد المحدد لإغلاق باب التقدم لطلبات الترشح. يعني من جديد نتمنى لكل القوائم التي ستخوض هذه الانتخابات في تركان بشكل خاص وفي محافظات الضفة بشكل عام التوفيق والنجاح وتحقيق ما يصبو إليه المواطن، وحيث الأمال كبيرة على كافة القوائم الانتخابية بأن يتغير واقع وحال مختلف البلديات والهيئات المحلية في الأراضي الفلسطينية. نحن وفاء الآن في مرحلة المخاض، ومخاض عسير جدا تفصلنا 18 ساعة عن إغلاق الموعد المحدد من قبل لجنة الانتخابات المركزية لقبول طلبات الترشح لهذه الانتخابات. كانت أعلنت أنه ستبقى مكاتب اللجنة مفتوحة حتى الساعة 12 من عند انتصاف الليلة القادمة لاستقبال هذه الطلبات. حوالي 800,000 مواطن من مختلف الأراضي الفلسطينية محافظات الضفة سيتمكنون وسيشاركون، لهم حق الاقتراع في هذه الانتخابات للمرحلة الثانية للهيئات المحلية المقررة في 26 من آذار المقبل. طول كرم يعني كما ذكرت وفاء وكما أعلن بالأمس، كانت قائمة كرميون تقدمت بطلبات الترشح لدى مكتب اللجنة المركزية للانتخابات. نحن الآن وبانتظار اليوم العديد من القوائم التي سيتم تقديم طلبات منها للجنة لخوض هذه الانتخابات. كما ذكرت لك يعني مخاض عسير، صعوبات تواجه بعض القوائم سواء في الترتيب الأسماء، في اختيار الأسماء، في اختيار المرشحين لهذه القوائم. الأمر ليس بالأمر السهل حتى هذه اللحظة، ولكن يعني مكتب اللجنة المركزية للانتخابات بطول كرم وفي كافة محافظات الضفة ستتحول خلال ساعات الليل إلى خلية نحل، وكان الله بعون المشرفين وطواقم اللجنة. طب أبو أشرف، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن طول كرم، هل تجد بصراحة أن هنالك تأخر في تقديم مثل هذه القوائم؟ وهنالك من بصراحة قال يعني أن بعض القوائم الانتخابية لربما هي تتحدث على ولسان حالها، هكذا يقول، أنه يسودها الإيثار والتنازل وتقوم بترتيب موعدها بأقل من ربع ساعة ودون تدخل أحد خارجي ودون صفقات وتهديدات، والبعض الآخر اشترط أن يكون آخر اسم بالقائمة، وقوائم أخرى تشتبك وتتناحر وتتآمر فيما بينها. برأيك هل هذه إحدى الأسباب الرئيسية والأساسية التي أدت إلى تأخر تقديم بقية القوائم الأخرى؟ يعني إذا أسعفتك الذاكرة وفاء، منذ حوالي أكثر من شهرين وفي خلال استضافة لك لي كنت قد تخوفت من صعوبة تشكيل القوائم الانتخابية، وتتذكرين حضرت يومها من الجغرافيا داخل المنطقة ومن أيضا ترتيب الأسماء. هذه هي المعضلة، وأؤكد مرة أخرى ومرة المليون أن هذا النظام الانتخابي هو نظام عقيم جدا، فصعوبات كبيرة واجهت هذه القوائم حتى اللحظة. هناك يعني قوائم تعاني من صعوبة ترتيب الأسماء، وترتيب الأسماء يخضع للجغرافيا للأسف، وأيضا قوائم أخرى يعني تعاني من عدم اكتمال مرشحيها حتى
هذه اللحظة. فبالتالي يعني مسألة الرقم ومسألة الترتيب هي مسألة معقدة تجعل أو تدفع الكثير من الراغبين بخوض هذه الانتخابات إلى العزوف عنها بسبب تأخر اسمه ضمن القائمة المقدمة للانتخابات. فبالتالي هنا يتخوف من عدم حصوله على النسبة التي تؤهله لكي يكون عضوا في المجلس البلدي. وهنا أخشى وفاء أيضا ما كنت ذكرت لك سابقا من أن تنعكس نتائج انتخابات البلديات ليس في طول كرم بل في مختلف المحافظات أن تنعكس تجربة المجالس القروية على المجالس البلدية على المدن الكبرى خاصة فيما يتعلق بالتناوب على الرئاسي. إن لم تحصل كتلة هذه الطامة الكبرى التناوب مع طبعا راح يكون يعني مأساة كبيرة. إن لم تحصل كتلة على النصف زائد واحد يمكنها من تولي الرئاسة وإدارة المجلس البلدي فهذه راح تكون يعني مسألة في غاية التعقيد. وسينعكس ذلك أيضا يعني كما ذكرنا قصة التناوب على بقية الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا في طول كرم يعني نتحدث طول كرم. ربما أعتقد أن عدد القوائم والله تعالى أعلم طبعا حتى اللحظة يعني هناك قائمة كرميون تقدمت بالأمس وهناك قائمة أخرى ربما اكتمل عدد مرشحيها ليس 15 وإنما أقل. وهناك أيضا بانتظار الجميع بانتظار قائمة حركة فتح لخوض هذه الانتخابات. أتوقع أن تكون هناك 5 قوائم انتخابية حتى هذه اللحظة المؤشرات تشير إلى ذلك. طبعا نحن بانتظار يعني الساعة 12 من انتصاف الليل معرفة العدد النهائي للقوائم التي ستخوض هذه الانتخابات. طب في الواقع الكرمي بصراحة يعني هل تتوقع أن يكون هنالك اتفاقات ما بين بعض الأحزاب والتحامات مع بعضها البعض حتى تقوم بتشكيل قائمة بصراحة أبو أشرف؟ يعني هل هذا وارد؟ وارد يعني إن صحة الأسماء التي تم تداولها بالأمس مثلا لقائمة كرميون هي تضم أشخاص من الاتجاه الإسلامي وأيضا هناك أشخاص من اليسار الفلسطيني. صحيح. فهذا يعني يشير إلى في بلدة عنبتة مثلا هناك اتفاق أيضا عنبتة ستشهد انتخابات هناك اتفاق مثلا ما بين فاتح واليسار في البلدة. فبالتالي هذا وارد جدا يعني أن تكون هناك تحالفات من أجل خوض هذه الانتخابات. وربما هذا أيضا ينعكس على مختلف المحافظات. نابلس هناك الأمور أيضا حامية وبلش الحم بشكل حقيقي. أيضا في قلقيلية ربما سنشهد تنافس كبير بين الكتل التي ستخوض هذه الانتخابات. كذلك الأمر في طوباس في رام الله وأيضا لكن في لكن ملاحظ معين بصراحة في ربما يعني لا أدري إن كان كانت هذه الملاحظة دقيقة أم لا وبإمكانك أن تصوب إذا كانت على عكس ذلك. بصراحة يعني بقية ربما المحافظات وإذا أردنا أن نتحدث عن المحافظات الكبيرة عددا سكانيا يعني هنالك تنافس في بعض عند بعض الشخصيات ولدى بعض المواطنين من أجل أن يكونوا فعليا في قوائم انتخابية. هنا في طول كرم يعني ملاحظ هنالك من دعا بنداء من أجل أن تنضموا للانتخابات أو أن تكونوا ضمن مشروع العملية الانتخابية. لماذا هذا الركود ولماذا هذا التأخر أيضا بالنسبة لحركة فتح إذا أردت أن أحدد في تأخر نزول القائمة حتى هذه اللحظة؟ يعني بداية من وفاء نحن شعب الدقيقة 90 بتكون النتيجة 6-0 بدنا نعملها 7-6 على أمل الوقت الضائع حقق هذه الأمنية. هكذا تعودنا في الدقائق الأخيرة. ربما في بعض القوائم لا تريد أن تنشر أسماء مرشحيها وأيضا تحاول أن تعمل مفاجأة بهذه الأسماء
ربما في بعض الحالات التنافس والحرد بين قوسين على ترتيب الأسماء يؤجل على أمل حل هذه القضايا في اللحظات الأخيرة. يعني بنكون في وضع صعب إنه دقائق أو ساعات من أجل إغلاق باب التقدم لطلبات الترشح، فبالتالي يكون الجميع تحت الأمر الواقع ويتم إدخال القائمة وإدخال الأسماء بالطريقة التي ترتئيها ويرتئيها القائمون على هذه القوائم الانتخابية. مسألة أنه وجه نداء، يعني بصراحة أنا فوجئت بهذا الأمر. هذا يعني هناك حالة من العزوف وفاء من بعض الشخصيات للدخول والمشاركة في هذه المنافسة، كثرة القوائم بالدرجة الأولى، وأيضا الخوفات من عدم محالفتهم الحظ، وثالثا أيضا بصراحة الواقع الصعب. إن كنا نريد عن مدينة طول كرم، الواقع الصعب الذي تعيشه المدينة وتعاني منه جراء الكثير من الأمور التي تشهدها ونشهدها، ويعني تشهد حراك واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن معاناة السكان في العديد من المجالات هنا في ربما كان يعني أحد أسباب التخوفات أو أحد أسباب التخوفات لدى هذه الشخصيات التي تتحدث عنها أبو أشرف ولديها عزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية، بأن الواقع مرير والصعب، ولربما هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ يعني مهمة صعبة، وهي يعني الدخول إلى البلدية كالدخول إلى عش الدبابير، يعني ليس الأمور ليست بالأمر السهل نهائيا. صحيح. البلدية بحاجة إلى الكثير من الأمور وعملية جراحية قاسية إنجاز التعبير من أجل تحسين وإنعكاس واقع الخدمات التي تقدمها على البلدية على المواطنين بالشكل الأنسب والشكل اللائق. فبالتالي الأمور ليست بالسهلة، وأعتقد أن مجلس البلدي القادم أمام تحدي كبير لحل القضايا الأساسية التي تهم المواطن الفلسطيني كما ذكرت في مختلف المجالات، ليس في مجال واحد وإنما في مجالات عديدة، وربما يجب وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات قاسية جدا من أجل إصلاح ما أفسده الظاهر كما ذكرت. نعم. أتوقع أن تكون هناك ثلاثة قوائم حتى اللحظة، هناك مؤشرات على أن هناك ثلاثة قوائم وجاري ترتيب قائمة كما علمت الليلة الماضية في بلدة كتابة، أيضا قرية كتابة التي ستشهد انتخابات كانت تأجلت بها الانتخابات في المرحلة الأولى، ستكون هناك الانتخابات بالتزكية قائمة واحدة تم تقديمها أو سيتم تقديمها اليوم كما علمت إلى لجنة الانتخابات، وستكون بالتزكية والخروج بتوافق داخل هذه القرية. نعم، إجمالا نأمل كل الخير، وكما ذكرت ننتظر حتى تمام الساعة 12 من أجل اكتمال التقدم بطلبات الترشح بقوائم انتخابية، حضر من حضر ولونه أيما لون. والمهم وفاء، يعني اسمحيلي وفاء، المهم أن يكون البرنامج الانتخابي ليس بالأحلام وإنما يمكن تحقيقه على أرض الواقع. والمفروض أيضا غير عن هذا البرنامج قد نشهد كلاشيهات وتعبيرات وخيالات، يعني قد يكون البعض واسع الخيال يصل حد عنان السماء بصراحة في خياله، لكن الأهم من ذلك الشعب أن يكون واعيا، المواطن الكرمي على وجه التحديد ألا يقرص مرة أخرى وألا يلدغ مرة أخرى بصراحة، مع الأسف ومع التقدير والاحترام لمن تسلم مهام المجالس البلدية على مدار سنوات طويلة، منه من نجح بنسبة كبيرة، منه من يعني وصل حد منتصف نسبة النجاح، ومنه سقط صوتا حرا. وعلى ذكر النسبة وفاء، يعني الأمل كبير بأن ترتفع نسبة التصويت حتى لا يقوم في المستقبل بمعاتبة أي مجلس قادم. صحيح. يعني حقك كمواطن في اختيار ممثليك إلى الهيئة المحلية لمدة 4 سنوات قادمة، فبالتالي هذا يتوجب علينا أن تكون نسبة المشاركة في الاقتراع
عالية حتى نتمكن من اختيار مجلس بلدي قادر على التعاطي مع احتياجات المدينة. نعم، والأهم من ذلك نأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن يتغير هذا النظام الانتخابي برمته من نظام القوائم المتعب والمرهق إلى الشخص بعينه وفرده. وبالتأكيد أشكرك جزيل الشكر الزميل معين شديد، صحفي معين شديد في طول كرم، شكرا على هذه النظرة وهذه التحليلية، النظرة التحليلية والتقييمية للواقع الانتخابي، ونحن على مقربة وانتهاء موعد التقدم بطلبات الترشح للانتخابات. نواصل مع حضراتكم في